الله تقرا عبد الله الإمام له مقولات يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع فطور ثم أرجع البصر كرتين ثم أرجع على طول ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. الله يجزاك خير. أجرك يا أبو فارس. تتكلمون عن الابتلاء يا أخوان. طيب البلاء للكاف